جرى مؤخرا بإقليم تنجيلي بمدينة كيلو الدورة القضائية للمحاكم القضاء، وذلك بتقديم ملفات مختلف القضايا الجنائية بالإقليم. كان ذلك بحضور حاكم الإقليم ورئيس محكمة الاستدعاء والمدعي العام للإقليم، إلى جانب الأمين العام للإقليم لإقليم مايوكبي الغربي. تقرير آدم محمد شرف الدين. الدور القضائي لمحاكم القضاء بدأت جلستها الأولى بمحكمة الاستدعاء لعام 2017 بمدينة كيلو، والذي بدأت بتقديم ملفات مختلف القضايا الجنائية بالإقليم، وتم فيها مناقشة 34 ملفا، من ضمنهم 5 ملفات للجرائم الجنائية الخاصة بدعاوى القتل. أما الملفات الباقية تتعلق بشتى أنواع المشاكل الاجتماعية كالسرقة وقطاع الطرق، إضافة إلى جرائم أخرى مماثلة بالإقليم. هذا ما أكده رئيس محكمة الاستدعاء حسن محمد حسن خيار، المدعي العام بمحكمة الاستدعاء دودينغار ماتياس، حيث قدم شكره للقضاة الذين نظموا الدورة الأولى لعام 2017، إضافة إلى اللجنة المكلفة بجمع الملفات لمحاكمة المتهمين بهذه القضايا المختلفة. كما أضاف دينغار ماتياس بأن هذه الجلسات لها أهداف ترمي إلى إنزال العقوبات لكل الجرائم الجنائية لدى المواطن كل حسب جرمه، علما بأن هذه الأعمال التي تقوم بها المحكمة يترك أثرا إيجابيا لدى المواطنين، وذلك بحسب علمهم أن القضاء والقصاص يوفر الأمن والاستقرار في مختلف محافظات الإقليم بالبلاد.